propos. C'est vrai que Vahid Halilhodžić, on va suivre dans un premier temps Hakimi. Hakimi, oh, il est passé Hakimi dans la surface de réparation, le centre. Donc voilà, c'est pour ça qu'il se décide, ça n'a rien à voir avec la physionomie générale du match. يا عيني يا عبيد يا عيني يا عبيد الكرة وصلت إلى حمد الله حمد الله لاعب على لاعب هل يمر لا لا يمر لا يمر لا يمر لا يمر أم كرة من مايكون طويلة إلى الأمام حمد الله استلام حلو استلام جميل يبحث عن زميل الزميل عبد العزيز الدوسري بعض الأحيان ينزلك في لقطة في كرة يملك فيها يملك فيها الإمكانيات حمد المنصور بديل لعبد الرزاق حمد الله الآن يخطف الكرة الطولية والمحاولة إلى جانب سامويل هذا هو أرسو سامويل الذي كان قد سجل 5 أهداف إلى جانب الفيحاء نواف الصبحي من أهم الأسماء الخبيرة في فريق الفيحاء من أهم الأسماء التي حكومتنا الرشيدة بذلت الجهود الجبارة وقدمت مبادرات متعددة ومتنوعة لمواجهة هجوم من جانب فريق نادي الفيحاء إلى أندريا أندريا يحاول سريع ممكن يمر يعدي أندريا يتقدم يبحث ليست سهلة يقول فريق العدالة عنده الآن طموح لمرور محاولة أدامة راوري لعب الكرة المالي لعب أندريا هدافهم لاعب متغشغر لعب كرة شبابية نقلة للأمام محاولة الوصول سيدريك كمبيلي يتدخل بشكل رائع الهلال قادم من فوز على التعاون والاتحاد والفيحة بانتصارات بين قوسين غير مريحة كاريو يقف انظر إلى كاريو يا مزاجك يا كاريو جوميز دار وفي اللحظة الأخيرة سيدريك الكابتن خالد العطوي الآن خلاص الاتفاق يا يستقبل هدف يا يسجل التعادل خلاص في الدقائق الماضية خرج الكرة تصل إلى كويلار في مكان كويلار يصطدم مع ياسر الشهراني راحت الاتفاق الكرة تصل إلى عمر خريبين فيها لمسة إلى سالم فيها تمريرة حاول فيها تقدم فيها ممكن العرضية ياسر الشهراني عرضي ردت مرة ثانية سعد بقير يتقدم ياخذ المساحة من أمام سيدريك أميسي الله على سيدريك أميسي بإمكانكم كل مطالبكم وطلباتكم أن تكون على الرؤساء الموجودين في الدول التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في هذا الموسم أن يحقق انتصارين متتاليين صالح العباس هو سيدريك ثانية توصل يوسف الجبلي البحث عن ويليام ديو الفييرا مرة ثانية حط على كورتا وكرة بكاري قسامة لا يقول شيء أبدا وبالتالي كرة جدا من جانب فهد غازي في هذا اللقاء كرة مرة ثانية توصل لفيليب كيش يحولها بإشراك نوح الموسى يتواجد في لقاء ليلى مؤشر كرة اصطدت مع ندارو كبيرة لهذا النجم الكبير جانيني ياخذ كرة جانيني يحاول من الجانب الأيسر الدفاع الاتفاق ماركو مارين الاتفاق يعود بالكامل الكرة عرضية واصلة المؤشر بعد ذلك سيدريك ركان يحاول يمر ما بين اثنين إمداد ولكن الكرة يحاول معها لكن هنا قرار ميسي تدخل رائع جدا من جانب الميسي ريناتو تدوين مرة ثانية سيدريك يمري حظ على الكورة وبالتالي ياخذ الكرة في الجهة اليسار إلى أحمد موسى انطلاقة من أحمد موسى موسى عدى موسى انطلق ولعب عرضية باتجاه الاتفاق لم يرى برادلي جونز مع بداية شوط المباراة الثاني أحمد موسى يحاول يعدي يتقدم ينطلق ومخالفة وركلة عبد الرزاق حمد الله وكرة في الجهة اليسار محاولة مرور لعبد الرزاق اللي سيطر على كرة لكن في ضغط على عبد الرزاق حمد الله لتذهب صالح الشهري في هذه المباراة يؤكد بأنه ليس حل بديل لتحقيق الأهداف بل حل أساسي لبلوغ أرضية الملعب باتجاه جوفينكو إلى ياسر ياسر الشهراني يلعب كرة في الجهة اليسار انطلاقة ممتازة لمحمد فيليب كيش إبراهيم محنشي الكرة للهلال إلى ياسر الشهراني الشهراني انطلق وتمريرة الشهراني مقطوعة والصافي رضية مقطوعة تعود إلى جوفينكو جوفينكو يلعب كرة لإدواردو إدواردو استحواذ على كرة لكنها أيضا الكرة مقطوعة كثيرا لإدارة الاتفاق وهذه كرة ملعوبة الآن عند محمد أبو سبعان الأنيق بيلعب كرة التسديدة باتجاه المرمى ما شاء الله تبارك الله أقوى خط هجوم الهلال ب 37 هدف إدواردو بافاتيمبي وغوستافو وميتشيل تيفيرلي هذه الأسماء ولا تغيير على الفريقين لكن نأمل أن يتغير ما لم تتغير الأسماء